السلام عليكم ورحمة الله أخوت. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفرن التقليدي باش كيحضروا الخبز كما كتشوفوا. بعد ما كيسخن الكوشة كيديروا النار كيحطوا الخبزة. هذا الفرن تبارك الله ديال الطين، حاجة مزيانة، الحاجة اللي كانت قديمة حنا باقيين محافظين عليها كنستعملوها. كيجي فيها شي خبز تبارك الله، هذاك الشيء ديال العواد. كما كتشوفوا داك الشيء كيطيب تقليدي تبارك الله 100%. عندنا هنا هاد الطبق هذا، معرفش كي كتسموه نتوما في المنطقة عندكم، المهم حنا في الجهة الشرقية، الصحراء الشرقية بالمغرب كيسميوه الطبق. كما كتشوفو كتبدا تشد راسها وتحرك شوية من الجناب. التقاليد القدم هادو راهو ماشيين الى الزوال، قليل اللي باقي كيدير هادشي دابا. راه التقاليد القديمة المهددة بالانقراض. المهم خوتي كما كتشوفوا دابا عاودي الوالده كملات هادشي طيبات تبارك الله عليها. كما كتشوفوا ها هو داك تبارك الله كيفاش جا الخبز داير، حاجه مزيانه تبارك الله. يلاه تهلاو الخوت، تحياتي لكم.